Salam alaikum. Ribois de vitesse alto. 2008. راح نوريكم اليوم كيفاه نبدلو جوين سبي تاع سيليكتير دو فيتيس هذا اللي يجي هنا بلا ما تحل لابواط. نحلو هذه من هنايا، تشوفوا فيها عندها ثلاثة بولونات ديس. من بعد نحلو البولون هذا كيما تشوفوا فيه دوز نيميرو دوز باش نخرجوا هذه من هنا ونركبوا الجوين سبي تاعنا. بعد ما حلينا البولون هذا كما راكم تشوفوا هي ظلمة شوية، نجبدو هذا لهنا، أنا جبدني هاهو، تشوف فيه لاكوربير هاذي يجي في قدا الجوا من هنا الجوان سبي. من بعد نستعملو الرالونج هاذي وادوي نيميرو دوز باش نحلو البولون اللي جاي تحت خلاها. راكم شايفين بعد ما نحينا البولون اللي قلت لكم عليها راح نجبدو هذه نترك فيها جوان سبي كيما راكم شايفين. وجوان سبي ها هو لاباك باراويل. بعد ما نحينا جوان سبي القديم ونيطوينا بيان بلاصتو بالشيفونة رايحين نحطو جديد هاك. نقولكم على لا ريفيرونس تاع جوان سبي هذا، كيما راكم شايفين ما يبانش مليح، كاتورز فانسينك ديزنيف أن. ركبنا الجوان سبي جديد ونديرو طريفة كراس هنا باش كي ندخلو لاتيج متجرحش الجوا. ميم لاتيج هاذي راه كاينة في الجديدة، والسوفلي هاذي كيما راك تشوفو فيها هاذي راهي كاينة لي يجي جوان سبي معاها السوفلي وكاين لي ميجيش معاه. بعد ما ركبنا لاتيج هذيك راهي صعيبة شوية، لازم لها الدقة و هاي كيما راك تشوفو راهي راكبة سيمون هاي مريقلة. عاودو رجعو لاتيت هذي اللي قلتلكم عليها راهي تجي هكذا هكذا سربيوها هكذا. بعد ما ركبنا التيجة هذيك الصغيرة لهنا رايحين نضبطوها بالبولون تاعها.